اهلا اخي رامي، حياك الله سماحة شيخ ابو محمد البويسي. الله يسلمك. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ امورك؟ بشرونا عنكم، رمضان اتسحرتم؟ كريم ان شاء الله. اتسحرتم؟ والله رحت السحر هسه. هتاكل ايه؟ تفضل يا انا. هتاكل ايه؟ والله ايه، والله الموجود نعمه من الله. الله على راح التواضع، يسوي لي، ما بتاكلش معاك حته من التربه؟ راح يسوي لي باذنجان ابيض. طب ما تخليني احط لك حته من قطر الحمصه من التربه القربلائيه على كوب من الماء. تربه شلون؟ القرب قدر الحمصة من التربة القربلائية، قدر الحمصة، ويدعونها لك في الماء حتى تشفى. المي حتى تشبه. لا، ما السيد السيستاني بيقول لك انك تأخذ قدر الحمصة من التربة ايه، القربلائية. ما شوربة الكربلائية؟ تربة شوربة ايه؟ لا ده انت شكلك جعان قوي بقى وقلبتها شوربة خالص. خلاص يا ابو محمد، شكرا ليك، اسيبك الان تتصحى. الله يسلمك حبيبي، الله يشكرك حبيبي، الله يهديك وياخذ بيدك الى الحق يا ابو محمد يا رب. والله 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 انت، والله انت اخوي الله وصديقي، الله يهديك ابو محمد. واسال الله يحفظك. امين يا الله، امين. انا حقيقه انت لك مكانه بقلبه. والله الله يهديك ابو محمد. والله 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 يهديك يا رامي. امين. الطب يعني يهدينا الى اللطب. الله يحفظك يا حبيبي. امين يا رب. احنا نسال الله سبحانه وتعالى يحفظ الجميع. بقول لك، اي هي والله. التربه القربلائيه عندكم المسبحه ليه بتحطوا لها شعار اخضر كده؟ الشعر اللي فيها بيبقى والله اخضر. يا والله اقول لك، والله يا اخي شوف رامي، هو نعمه الله كلها شفاء. انا اول مره اسمع هاي مال شوربه، من هاي اول من مين تربه، اساسا؟ التربه شوربه ايه؟ شوربه ايه يا ابو محمد؟ ده انت تربه، جعان. تربه يعني التربه، تربه تأخذ من التربة قدر الحمصة وتضعها في الماء ثم تقلب اي الماء وتشرب وتشرب. وتشرب. جربتها قبل كده؟ والله ما جربتها. الحمد لله. ما تجربهاش، لا تعمل لك إمساك. بس أنا سمعت السيستاني لا بيقول لك لا كده لا بياخدوها لا، قدر الحمصة. اقول لك بقى علي ارام يا رام، احنا هذا الحكي يعني مو كل انسان انا بالمثل تاخذ من عنده. الله يشرح. انت طيب يا محمد، خسارة تكون شيعي. والله انت، والله انت طيب، انت طيب، انت صديقي والله. الله يا وانا حقيقة يا اصدقاء بمصر يعني عزيزين عليه والله. خلاص، اما تيجي مصر بقول لي عشان اسافر، عشان استقبلك. ايه طبعا انت مو بمصر، ادري بيقول انت مو بمصر. اياك الله يا محمد، اسال الله ان يشرح الله صدرك يحفظك، الحق يا محمد. اسال الله يوفقك امين ويحفظك امين ويرضى عليك ان شاء الله، امين يا رب. ويجعل رمضان خير وبركة على أمة امين. محمد. ويشرح صدرك يا ابو محمد البويسي يا رب. شكرا لك. آمين. وأنت افتح صدرك أسأل الله أشكرك بكل حالاني. شكرا يا ابو محمد، شكرا لك يا الله رب. يحفظك يا حبيبي. حياك الله محمد الله وعليك. يهديك يا الله ابو يا محمد. كعب. الله بالله عليك الله بلاش يحفظك. الاخيره دي بتزهقني. افسكر الله محمد وعلي وياك؟ لا، انا عايز الله بس اللي وياي. محمد وعلي ماتوا، انك ميتون صلى الله عليه واله وسلم، وانهم لميتون، وعلي في الجنة أيضا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الجنة. فما الله معك يا أبو محمد. كل يوم أعلمك في التوحيد يا أبو محمد وتتعبني وتحسسني أن كل اللي قلته ما جابش نتيجة. شكرا لك يا أبو محمد. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.